والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حلقتنا اليوم بعنوان استقلال إقليم كردستان، ما يعني انفصال إقليم كردستان عن العراق. من حق أهل العراق يعيشون بالتصويت والديمقراطية، ويجب أن نفكر في إبعاد التفرقة والتحزب الديني المتطرف الذي دمر شعبنا العراق من السياسيين والأحزاب الدينية وأهل الفتاوي والمعممين، وبالأخص الفكر الإسلامي المتعصب الذي يدمر المجتمع من حروب وقتل وتدمير. وهاي احنا سنين عايشين باسم الإسلام من السقوط العراق إلى هذا اليوم تحت رحمة الأحزاب الدينية الإسلامية التي باسم هذا الدين يسلبون حق المواطن من أبسط أنواع الحرية أن يختار حياته، وذلك بتغيير اسمه بالجنسية لو تغيير الديانة بالهوية من عمر ومحمد وعباس إلى أسامي بسيطة حتى لا يتم قتله بسبب شعارات تافهة وأفكار متعصبة همجية تحت غطاء الدين، ولا يتم سؤال الشخص أنت سني لو شيعي لو مسيحي، وأن يعيشون في سلام. ولا ننسى أن هذه الدول الإسلامية لم تكن دول إسلامية أو لم تكن دول عربية، فهي دول محتلة باسم العرب والإسلام. هاي صار سنين عايشين بالخوف باسم الإسلام والفكر المتعصب باسم الله أكبر أو باسم خلفاء الإسلام أو باسم الإمام، أي الذي هم من نسب النبي. وراح الفكر السني، أقصد النظام السابق، وقلنا نبدي بداية جديدة، مستقبل جديد، واللي راح يتعوض، ونبدي نعيد أمجاد بلدنا من التعاليم والتاريخ والحضارة. بس إجانا الفكر الشيعي، التشيع، اللطميات والزناجيل، وعملية التطبير، تطبير الناس باسم الله والإمام علي والحسين والعباس وفاطمة الزهراء. مكتوب في الكتاب المقدس: من قلة المعرفة الشعب يهلك. وهذا حال الشعب بدون تعليم، بدون فهم، بدون معرفة. مكتوب في سفر هوشع 4:6: قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. هذا كان كلام الرب إلى شعب الرب الذي ليس لهم معرفة ولا يهتمون بشريعة الرب. قمنا نحلل ونقتل بكيفنا، قمنا نسلب ونغتصب وبعدين نخمس حتى الله يرضى علينا، قمنا نطبر ونلطم ونضرب زناجيل كبار وصغار، وماكو أي قرار أو حق بالرفض أو القبول إلى أي إنسان. إذا إلهك يرضى بهكذا طرق، فاسمح لي أقول لك هذا إله لا يستحق العبادة. هذا إله لصوص، رئيس لمجموعة من المجرمين، لو إله تعذيب، إله التطبير والزناجيل. وطبعا ما يحتاج أجيب آيات القتل أو ماذا يحدث في الدول العربية من خلال الجماعات الإسلامية الإرهابية المتطرفة المتعصبة والمتعطشة لقتل الناس باسم الإسلام وإله الإسلام الذي هو الله أكبر. يوصينا الله في الكتاب المقدس على بعضنا البعض، مو نقتل بعضنا البعض، أن نحب بعضنا البعض، مو نكره، لو نسلب لو نغتصب لو نضرب نفسنا. وعلميا اللي يضرب نفسه هو مريض نفسي. يا عزيزي أنت محتاج طبيب عافية بلد، بس موت وقتل بي وتعذيب وتطبير الناس اللي ما عندهم تفكير من الكبير إلى الصغير، وتكفير المسيحي. يكفي دم يا أهل العراق، يكفي، يكفي يا أهل الدول العربية يا مسلمين. وهاي كارثة جديدة، وهم يتكلمون عن تقسيم باسم الحرية، باسم الطمع، واللي يروح بيها الشعب الكردي والشعب الشيعي والمسيحي، وحيكون هناك مذبحة جديدة، والمستفيد السياسيين الفاسدين، والشعب يروح ضحية هذا الخراب وهذا الفكر وهذا التعليم، وتقام دولتين جديدة باسم الشيعة من العراقيين والكرد من شمال العراق، ويكون ضحية هاي اللعبة الشعب العراقي. وهاي سياسة جديدة يلهون بها الشعب، ويظهرون من جديد أبطال الدعوة الإسلامية القتل المجرمين الذين هم من حزب الدعوة الإسلامي اللي كانوا يقتلون بينا. وإذا تسألهم ولاءكم لمن؟ للعراق لو الإيران، يختار إيران.
لو من الميليشيات الكردية الإسلامية ويضيع الأخضر واليابس مثل ما صار بالموصل وباقي المحافظات إلى هذا اليوم يدفعون ثمن الطمع السياسي وباسم الدين الإسلامي واسم الله أكبر. لا يوجد حرية في الإسلام ولا يوجد سلام في الإسلام، ومن بداية الإسلام حروب وقتل وسلب وجزية. يكفي نقول الإرهاب لا دين له، لعد منه اللي يكفر ومنه اللي يقتل ومنه اللي يسلب وياخذ جزية باسم الإسلام. وهم أرجع وأقول أقصد المتعصبين المتزمتين، جماعة العمامة وأهل العباية واللحية، وطبعا ما ننسى أهل الطمغة جماعة البوتيتا والبيتنجان، وكلتنا فاهمين هم منه. وهم إجا دور المسيحيين يدفعون ثمن الإيمان، ثمن جديد من أجل المسيحية ومن أجل الكنيسة باسم الإسلام وبإيد المسلمين، قتل وتهجير، وأول ضحية يكون المسلم والمسيحي من خلال أهل بيته أو من خلال الجيران لو الأصدقاء، يعني من أقرب الناس. وكل هذا حتى يبيعون شعارات دينية. مع الأسف الإنسان صار أرخص شيء. المفروض الدين موجود من أجل الإنسان، مو الإنسان موجود من أجل الدين. إحنا بالعراق نعكس كل شيء، وهذا في الدول العربية الإسلامية أيضا. إحنا مخدوعين بكل شيء، حتى السياسيين هم غطاء باسم الدين، وكل السياسيين هم مخادعين بهدف المركز لو المصالح أو المادة. كان عندنا طاغية واحد، هسه الكل هيجي، المالكي يريد يصير بطل براس الكراد، أما حيدر العبادي رئيس الوزراء مثل الباقين. من يكون عندنا مشكلة نسمع البيان الرسمي والقرار اللي يروح نتيجته شباب العراق ويموتون بسبب قرار رئيس الوزراء العبادي ومسعود وظهور البطل المالكي، ويتم هدر دم العراقيين، أقصد العراقيين الشيعة والسنة والكراد والمسيحيين والتركمان واليزيدية والصابية. وبعد كل هذا ساكتين. من حق الشعب العراقي يطالب بشمال العراق لأنهم أخوتنا، ومن حق الشعب الكردي يطالب بالانقسام لأن حارب سنين من أجل أن يعيشون بسلام. رسالتي إلى أهل العراق الطيبين، يكفي نقتل بعضنا البعض، يكفي دم. شوكت تفهمون من هو الذي يقتل ويسرق ويذبح باسم الإسلام مثل داعش والقاعدة؟ لو مفتي يريد يسوي فتنة بين العراقيين ويروح نتيجته دم الناس البريئة، هذا ليس عمل الله. مكتوب في إنجيل يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يكفي نسكت. رسالتنا اليوم إلى الحشد الشعبي، لا تخلون أحد يمد إيده على أخوتكم، أنتوا تحمون العراق. ورسالتي إلى أخوتنا الكراد أهل كردستان، لا تسمحون بسفك الدماء، يكفي دم. هاي لعبة جديدة لح يكون بها ضحايا كثيرين. خلي يكون عندنا استفتاء عادل، مو إحنا نصرخ بالديمقراطية لو هذا بس كلام وشعارات. سؤال إلى كل العراقيين، من يفكر بيكم بالمسيحين اللي ماتوا واللي طلعوا واللي صار لبسهم أسود؟ العراق بس أسود لبسه صار في هذا الوقت. منو بيكم اللي يفكر بأهل الكرادة اللي ماتوا إلى هذا اليوم؟ أهلنا الحزانة، وهذا حال بلدنا. بمكان ما نتقدم ونطور نفسنا لا نرجع إلى العصور الوسطى، يعني إلى التخلف، ونحلل هذا صح وهذا غلط، ويتم قتل كرار وحسين ويوسف وعمر وستيفن وزهراء وفاطمة وسارة مثل الحوادث اللي نسمع بيها في بلدنا وفي كل بلدان العربية. واللي يقول لي أنت رجل دين ما عليك بالسياسة، أنا أقول لك افصل بين السياسة والإسلام. أريد يكون عندنا حرية بس، يكفي افصلوا بين الدين والسياسة. أنتوا يكفي دمرتوا البلد. المسيح علمنا نحب ونساعد ونكون أبناء السلام، وهذا إحنا المسيحيين، لكن علمنا أن نتكلم بالحق. يكفي يا مسلمين، يكفي يا أهل العراق، بعد ما نسكت. إلى متى هذا الدمار والقتل باسم الدين بآيات القرآن وإله الإسلام؟ إله الإسلام اللي هو الله أكبر، ونبي الإسلام محمد الذي يصلي الله عليه. نحن صوت لمن ليس له صوت. عندنا رسالة من خادم الرب المرنم ليث، وبعدها نستمع إلى ترنيمة من فريق هللويا وترنيمة سلامك يغمرنا، بارك يا رب عراقنا. ورسالة أخونا ليث هي: حابب أوجه رسالة من برنامج أبناء الرافدين أن نذكر ونصلي لأجل بلدنا الحبيب العراق الذي يمر بظروف صعبة ولا يوجد أمان وسلام، ونصلي للرب أن يوقف نزيف الدم. خلونا مع بعض نستمع إلى ترنيمة سلامك يغمرنا، بارك يا رب عراقنا.
سلامك يمرنا، بارك يا رب عراقنا وبروحك استرنا، احمي يا رب ارضنا. سلامك يمرنا، بارك يا رب عراقنا وبروحك استرنا، احمي يا رب ارضنا. العناية الإلهية شعبك محتاج سلام، بارك ميسان والحلة كل ديالة والمثنى، يا ربي اسمع صلاتنا واملأ جنوبنا السلام. سلامك يغمرنا، بارك يا رب عراقنا استرنا، احمي يا رب ارضنا. قدير احفظنا من الاشرار واملك على كربلاء والانبار، ذكريت انت تكرسها وتقيم منها الابرار. يا ربي احمي بغدادي، ارض ابائي واجدادي، صوت واحد كل النادي املا وسطنا سلام. سلامك يغمرنا، بارك يا ربي علاقنا وبروحك استرنا، احمي يا ربي ارضنا. سلامك يغمرنا، بارك يا ربي علاقنا وبروحك استرنا، احمي يا ربي ارضنا. يا رب يا إله السلام، يا رئيس السلام، أرسل يا رب سلامك على العراق يا رب وعلى كل محافظاته باسم يسوع المسيح، سلامك الذي يفوق كل عقل، الذي يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. يا إله السلام نطلب يا رب، نرفع صلواتنا من أجل العراق باسم يسوع، آمين. منك أفوق مسلمانية، دم يسوع محتاج سلام. يا ربي بارك الموصل فوق على المجد عبيها، أربين بصلاتنا نخليها ملأ شي ملأ سلام. سلامك يغمرنا، بارك يا ربي عراقنا وبروحك استرنا، احمي يا ربي أرضنا. سلامك يغمرنا، بارك يا ربي يا رب ارضنا. سلامك يغمرنا، بارك يا رب عراقنا وبروحك استرنا، احمي يا رب ارضنا، احمي يا رب ارضنا، احمي يا رب ارضنا. بعد ما استمعنا الى الترنيمة نشكر فريق الترنيم ونصلي من اجلهم، والباب مفتوح لكل شخص عنده رؤية ويحب يشارك في حقل الخدمة. خلونا نصلي من أجل بلدنا، خلونا نصلي من أجل البلدان العربية. صلي دافع عن بلدك، ارفع صوتك إلى الرب واذكر بلدك في الصلاة، الرب يسمع. مكتوب عن الرب الذي يسمع الصلاة من أجل أهلنا وبلدنا. ردد هاي الكلمات، خلص شعبك يا رب، مكتوب في سفر المزامير 28:9، خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم واحملهم إلى الأبد. وإلى كل من يشارك ويتابع قناة الحياة وبرنامج أبناء الرافدين من كل مكان، صلي من أجل بلدك، يستحق بلدك الصلاة، خلي اسم بلدك، كل ذرة تراب في بلدك تستحق للصلاة، وكل أهل بلدك وناسك يستحقون للصلاة. سلام المسيح معكم أحبائي مشاهدينا المباركين، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.